انهيار وخراب لهذه القارة، ويبدأ من 3 دول: حروب، إفلاس، حشرات، والقادم أفظع. شاهد التوقعات النارية لليلى عبد اللطيف بعد قليل على قناة توقعات الأيام. برحب بحضراتكم معانا في قناة توقعات الأيام وحلقة جديدة من حلقات التوقعات، والنهاردة معانا الحلقة الثالثة لسيدة الإلهام ليلى عبد اللطيف، توقعاتها الأخيرة اللي قالتها على قناتها على اليوتيوب، التوقعات النارية للدول العربية وأيضا التوقعات العالمية. بفكرك سريعا تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لكل متابعي توقعات في العالم، ولو انت جديد معانا ياريت تشرفنا دلوقتي بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان توصلك كل فيديوهاتنا أول بأول. النهاردة هنتكلم عن مجموعة من التوقعات العالمية. هنبتدي بتوقعات ليلى عبد اللطيف لأوروبا، بتتوقع ان انظار العالم هيتجهان خلال الفترة اللي جاية الى فرنسا وايطاليا وبريطانيا وبعض الدول الأوروبية الاخرى، وده هيكون بسبب اشتعال الشارع الأوروبي في عدة مظاهرات واحتجاجات غاضبة، ايضا تحمل مشاهد الفوضى والشغب والحرائق والسرقات، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار للمواد الغذائية والغاز والبنزين، وأيضا عدم توفرها بشكل كافي إلى هذه الشعوب. كمان هتشكل الاحتجاجات الغاضبة دي تهديد مباشر على بعض المراكز والمؤسسات الحكومية في كل الدول الأوروبية دي، وطبعا للأسف الشديد اقتصاد هذه الدول سيتجه إلى درجة التدهور والانهيار. كمان بعض الشركات العملاقة ممكن جدا تعلن عن إفلاسها، وده اللي هيخلي الدول الأوروبية وخاصة فرنسا وبريطانيا وإيطاليا تعيش حالة من التقشف والبطالة. كمان للأسف هتدق أبواب الحروب بعض هذه الدول. أيضا ليلى عبد اللطيف اتكلمت وقالت إنها تشهد بعض الدول الأوروبية والعربية انتشار بعض الحشرات زي النمل والناموس. كمان هيكون في حشرة مختلفة هي شبه النحلة بشكل كبير، وللأسف هذه الحشرات هتغزو عدة دول من العالم بدءا بالهند وباكستان وأفريقيا وأفغانستان والصين. كمان هتأثر الحشرات دي بشكل كبير على المخلوقات والحيوانات المفترسة، وللأسف الحيوانات دي سوف تهدد مستقبل العالم، وحيتبين للعالم ان الحشرات دي مصابة بفيروس يجعل منها اكثر شراسة ومتعطشة للأسف للدم. طبعا دي توقعات خطيرة، نتمنى ان شاء الله انها ما تحصلش. كمان بتقول هتهاجم الحشرات دي المناطق اللي فيها غابات وهتلحق ضرر بالبشر. كمان معرفة طريقة السيطرة على الحيوانات دي سيشغل تفكير العالم، وللأسف الشديد ان الحشرات دي مش هيتم القضاء عليها في مدة قصيرة، وده اللي هيخلي المنظمات الدولية تتدخل بشكل حازم. كانت قبل كده ليلى عبد اللطيف اتكلمت على ان العالم هيتعرض لحشرات مؤذية هتسبب الاحمرار والحكة والتورم، لكن التوقع المرة دي توقع مختلف تماما. توقع عن حشرات زي النحلة ولكنها خطيرة هتلحق ضرر كبير بالبشر، والخطورة اللي فيها انها متعطشة للدم. كمان هي قالت انها ممكن تكون حشرات مصابة بفيروس، وده اللي هيخليها تكون خطيرة وليها تأثيرات خطيرة على البشر. ربنا يستر ويسلمنا ان شاء الله ما يحصلش ابدا هذا التوقع. كمان ليلى عبد اللطيف ذكرت في توقعاتها ان في خوف من اندلاع حروب اهلية في كذا دولة، هو خوف في محله جدا، بتقول ان للأسف سيحمل في طياته خوف وقلق كبير مش على دولة واحدة لكن على عدة دول، والخوف ده تقريبا هيهدد قارة افريقيا خاصة السودان واثيوبيا. كمان الخطر مش هيتمركز في أفريقيا بس، كمان هيطول بعض الدول الأسيوية، وهيكون للأسف انتشار كبير جدا للسلاح بين الكبار والصغار، وكمان للأسف ستجبر بعض الدول تجنيد القاصرين، وده طبعا هيكون صعب جدا. من توقعات ليلى عبد اللطيف كمان ان الدولة اللي هتنتشر فيها الحروب الأهلية ايضا ستنتشر فيها المجاعات، خصوصا مع بداية ظهور نقص المياه وأزمة المحاصيل الغذائية اللي هتنتشر بشكل كبير.
كمان قالت ان دولة لبنان رايحة من السيء للأسوأ، وعلى الصعيد الامني والسياسي والاقتصادي سيصاحبوا ارتفاع جنوني للدولار. كمان هتدخل الدولار بشكل ملحوظ قدام الليرة اللبنانية، وانه هيوصل ل50,000 ليرة بسعر الدولار الواحد. ليلى عبد اللطيف كمان بتقول ان هيسيطر القلق والخوف على كل اللبنانيين بسبب الظروف الاقتصادية اللي بتمر بيها البلاد. كمان هيكون في انظار القلق بتتوجه للجزئية الخاصة بالعدو الاسرائيلي، اي منطقة الجنوب. هنشوف الظروف وقتها في حالة غليان، والعدو الاسرائيلي هيكون في قلب هذا الحدث. بعض السفارات اللبنانية في جميع أنحاء العالم هيكون حديث الناس، والجاليات اللبنانية في بعض الدول ستدعو إلى التذمر والاحتجاج قدام السفارات اعتراضا على حدث ما. للأسف الوضع هيكون مأساوي جدا في لبنان، لدرجة إن هتتقفل المدارس وكمان المستشفيات. وكمان قالت ليلى عبد اللطيف إن الأمور هتبتدي تهدى في شهر 4 أو 5 من عام 2023. بعد كده ليلى عبد اللطيف راحت لتوقعات مصر، وقالت ان الاجواء في مصر ستشهد حالة كبيرة من التوتر في العلاقات المصرية الاسرائيلية بسبب حدث بارز ومهم. كمان بتتوقع ان مصر هتخرج سالمة من ظل الازمة الاقتصادية الراهنة تحت قيادة وحكمة الرئيس السيسي، ومعه بعض الشرفاء ممن يحملون على عاتقهم مسؤولية البلاد. كمان للأسف بتقول ان الشارع المصري سيمتلئ بالمظاهرات من جديد، والمظاهرات دي هتكون نوعين، نوع احتجاجي ومعارض لحكم السيسي، والنوع الاخر مؤيد وبشدة لنظام السيسي. كمان ليلى عبد اللطيف قالت ان مياه نهر النيل ستحدث بلبلة، وهتكون حدث بارز يشغل انظار المصريين وغيرهم. بعد كده ليلى عبد اللطيف انتقلت لاهم توقعاتها بالنسبة لقطر. قالت ان دولة قطر ستلعب دور بارز في حالة الارهاب اللي هتقوم بين الدول العربية والخليجية، وكمان انها بتعتقد ان امير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني هيقوم بدور ايجابي تجاه بعض الدول اللي ستعاني في ظل الازمات الاقتصادية. كمان هتنتشر كلمة شكرا قطر من بعض الدول خاصة لبنان. وأيضا بتقول إن الحدود بين الأردن وسوريا في الفترة اللي جاية هتكون مصدر تهديد وخطر، وحنسمع من ملك الأردن خوفه من هذه التطورات الخطيرة، وحيقوم ملك الأردن بإطلاق حملة لمنع أساليب نقل المخدرات والسلاح عبر الحدود الأردنية السورية وغيرها. متابعينا الأعزاء، بكده نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقة النهاردة من أخطر توقعات ليلى عبد اللطيف، التوقعات العالمية وأيضا عدد من التوقعات العربية. لسه توقعات ليلى عبد اللطيف ما انتهتش، استنونا بكرة في الحلقة الأخيرة، معانا توقعات في غاية الخطورة لباقي الدول العربية وللعالم. ريت تكتبونا رأيكم في تعليقات ليلى عبد اللطيف، وإزاي شايفينها ممكن تتحقق، هل شايفين هذه الصورة القاتمة ممكن تتحقق، ولا في حاجة من توقعاتها خيالية. بشكركم جدا على حسن المتابعة، ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك في القناة، وحنستنى تعليقاتكم فعلا على هذا الفيديو. ودمتم في حفظ الله ورعايته.